Hello everyone, حبايب قلبي great vibe. Let's continue connect first term. النهاردة عندنا revision على unit 1. هنراجع ونحل امتحانات كتيرة قبل ما تاخدوا امتحان السيشن الجاية عشان نحدد stars of the month. Okay, students of the month هاخدوا جوائزهم السيشن اللي بعد الجاية ان شاء الله بعد الامتحان ودرجاته. يلا نراجع مع بعض. الامتحان بتاعنا دايما يا شباب بيبدأ بسؤال listening. Okay, فانت بتسمع المستر او المس كويس جدا تمام، ولو انت فاتت عليك حاجه ما سمعتهاش ممكن تطلب بولايتلي بادب كده، لو سمحت يا مستر ممكن تعيد لي تاني، لو سمحت يا مس ممكن تعيدي لي تاني عشان تسمع كويس وتحل صح. طيب دي بيج 35 يا حبيبي. هالو ماي نيمز عمر. My uncle is a farmer. He grows onions and tomatoes. He collects fresh eggs every day. He sells eggs at the market. كمان مرة. Hello, my name's Amr. My uncle is a farmer. He grows onions and tomatoes. احنا حلينا مع بعض ده؟ ده بس ولا ده حاجة تانية؟ طيب اوكي، طيب تعالوا نجاوب اسئلته كده الليسننج بس ونكمل الامتحان اللي بعد. My uncle is a farmer. المرة اللي فاتت قلت لكم onions and limes صح؟ ماشي، يبقى خلينا نقول limes علشان انا على اساس المرة اللي فاتت قلت limes. He collects fresh eggs every day. He sells eggs at the market. طيب تعالوا نروح للامتحان اللي بعديه. هنا يا شباب الليسننج هبداه. هالو ام محمود. امين برايمري 5. I have got two brothers and one sister. I go to school by bus. On Fridays me and my family or my family and I go to the park. مرة تانية. ام محمود. امين برايمري 5. I have got two brothers and one sister. I go to school by bus. On Fridays, my family and I go to the park. So, Mahmoud is in primary five. Mahmoud has got two brothers and one sister. He goes to school by bus. On Fridays, we go to the park. That's lovely. تمام. اتفضلي قولي لي. The word kilmet means a very very big person. Giant. قلنا ان انطقها صح. Giant يعني عملاق، يعني very very big person. وجت في امتحان السنة اللي فاتت وهنلاقيها بتتكرر مليون مرة معانا. The word يا سلمى means a box in which we keep animals. Cage. Cage. القفص، ودي هتتكرر كتير. box صندوق in which فيه keep animals بنحتفظ بالحيوانات. my uncle raises chickens يا رتال. he collects fresh eggs every day. بيجمع البيض الطازة. بوسي. people buy and sell things at the market. الناس بيشتروا ويبيعوا فين يا مالك؟ في السوق. هات الصفحة وحل يا مالك. تفضل يا بتول. One day طيب اول حاجة قالت لي one day ذات يوم جاك reached his garden. يعني ايه reached؟ يعني وصل. وصل الحديقة بتاعته جاك. اول حاجة عملها هي ايه؟ grabbed his axe. الكلمة دي يا شباب من الكلمات اللي جت في امتحان السنة اللي فاتت. grabbed his axe بس ما جاتش في قطعه زي كده. قال لي grab يعني ايه؟ grab يعني pick something up quickly. pick something up quickly يعني ايه؟ pick something up quickly يعني بيلتقط شيء بسرعه كده. لما هو وصل الحديقه عمل ايه؟ grabbed his axe يعني picked up his axe quickly يعني التقط الفاس بتاعته بسرعه. وبعدين عمل ايه بتقول؟ he chopped down قطع ده ايه؟
طب احنا شلنا خدنا جراب شلنا شلها من فوق بقى. قالت لي ان هو قطع البين ستاك ساق الفاصوليا ونشيل بين ستاك من هنا. The giant fell on the ground, وقع على الارض and ran away وهرب. The hen was happy, الدجاجة كانت سعيدة. It was free at last, يعني اخيرا بقت حرة. Jack and his mother weren't poor anymore, ما بقوش فقرة مرة تانية خلاص. بعد كده الدكتورة أسيل, تعالي أسيل لو سمحت كده اقري لي التكست ده هنا كده تفضلي. I always eat bread, olives and cheese for breakfast. After school I eat rice, vegetables and meat for lunch. Then I go to the club and play football for 2 hours. I eat fruit and do my homework in the evening. سلام على الأكسنت الجميلة. I love your accent. Thank you so much. حلوة قوي. Thank you. جاوبي لي بقى دكتورة أسيل, after school يعني ايه after school؟ بعد المدرسة. I eat rice, vegetables and meat يعني ايه؟ باكل rice و vegetables و meat for ايه؟ for lunch, عشان ده بعد المدرسة على الغدا. I go to the club يا أسيل and play football for 2 hours, لمدة ساعتين. When do you do your homework؟ معناه ايه السؤال يا أسيل؟ وين يعني يا شباب؟ قالت ايه متى, يبقى بتسأل عن time. When do you do your homework؟ امتى بتعمل الهومورك؟ يبقى هقول I do my homework امتى يا اسيل؟ In the evening, زي ما جاء في الباسج في القطعة. I do my homework, I do my homework in the evening. دايما when, متى, نجاوب عليها بوقت. In the evening او في المساء. حلوة أوي. What do you eat for breakfast؟ السؤال معناه إيه يا أسيل؟ ماذا تأكل على الإفطار؟ يبقى هقول له I eat bread, olives, عيش, زيتون and cheese وجبنة for breakfast على الفطار. هنرتب يا دكتورة داي. الله عليك. Do you have any fresh juice؟ هل عندكم أي عصير طازة؟ Do you have any fresh juice؟ زي الفل. يلا بينا. اتفضلي يا ميرنا. الله عليك. He collects fresh eggs. هو بيجمع بيض طازج. He collects fresh eggs. جميل جدا. يلا. I would like an orange. ليه قلت an؟ عشان orange واحدة بس مفرد, فلازم نقول a أو an. an عشان بتبدأ بفاول متحرك. تفضلي يا جوجو. I would like carrots. Some. برافو. أولا ده طلب. I would like يعني أنا عايز, فده طلب. Some بتيجي في الطلب. ثانيا جملة مثبتة. What did Jack get for his cow؟ يلا نعمل البونكتويشن مع بعض كلنا كده. أول حاجة هنبدأها W capital, the beginning of the sentence, بداية الجملة. What, وامشي كلمة كلمة. Did ما فيهاش حاجة. Jack, J capital. الJ capital بتبقى كده شوية, عشان في ناس بيعبطوا وبيعملوا عليها نقطة. في الكابيتال ما فيهاش نقطة واسمها J مش G. What did Jack get for his cow؟ ماذا أحضر جاك للبقرة بتاعته؟ ده سؤال ولا جملة؟ سؤال, يبقى نحط آخره question mark. What did Jack get for his cow؟ My favorite recipe, وصفتي المفضل. هقول لك تاني وتالت ومليون. ذاكر الparagraphs اللي في نهاية اليونت هنا عشان هيجيلك منهم واحد السيشن الجاي. مذاكرة الparagraphs
ما بتبقاش بالعين، بتبقى بالورقة والقلم. لازم تبص الأول تشوف الباراجراف بتاعك انت ناوي تكتب فيه ايه، حدد الجمل في دماغك بالعربي حتى الأول، انا عايز اكتب كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين أبدأ اطبق الكلام ده، او هتحفظ بقى جمل من اللي انا مديهالك، عشان الباراجراف انا احاسب عليه جامد قوي. بسبوسة is my favorite dessert، وما نتلخبطش مع desert الصحراء، desert التحلية، desert بأس واحدة. اتفضلي يا كوكو. is a very big person، تاني مرة اهو، giant العملاق. yes لوجي. we space fruit and vegetables in our garden، we grow، احنا بنزرع fruit and vegetables، خضار وفاكهة في حديقتنا. what's your favorite، ايه والإجابة؟ chicken food. برافو يا حبيبة. it's a to eat a lot of chocolate. يلا أسيل. unhealthy غير صحي، عشان كده a lot of chocolate ده unhealthy. when you eat something you pick it up. أروى لسه شرح لكم من شوية، قلت لكم pick something up معناه ايه؟ chop ولا grab، plant ولا grow، grab. هي دي اللي جت في امتحان السنة اللي فاتت اهي. pick something up، pick up دي معناها يلتقط شيء بسرعة، وهي هي نفس معنى grab يعني يلتقط شيء بسرعة. we syrup for the basbousa، بنعمل فيه ايه؟ we pour syrup for the basbousa، المفروض نقول on the basbousa يعني بنصبه على البسبوسه. علي is very a، he has got a lot of money، عنده فلوس كتير قوي، a rich غني. مين عليها الدور؟ what's your name؟ رماس. يلا رماس. I like eating chocolate but it is unhealthy. برافو عليكي، غير صحية. يلا دكتورة هانا نوها. we use a space to cut vegetables، knife. yes بنستخدم السكينة to cut vegetables عشان نقطع. cut لها معنى تاني، هو ايه cut؟ يعني ايه تاني؟ ايه grab يعني pick up. قولي يا اسيل. chop. برافو عليك يا اسيل محمود، شطورة جدا. cut يعني chop يعني يقطع، كلمتين يعني يقطع، cut with chop. we buy fruits and vegetables at the ماركت. برافو يا جنب، نشتري الفاكهة والخضار من السوق. فضل حد في البنات؟ طيب فضل عميدو. is a very large building built many years ago، castle. برافو عليك. بصوا يا شباب السؤال ده من الديفينيشنز التعريفات، very large building يعني مبنى كبير قوي، built many years ago بنى من سنين طويلة، castle القلعة. my uncle planted a mango tree. it is زرع مانجو تري. فين يا حبيبي؟ in his garden في الحديقة بتاعته. يلا لانا wants chocolate for her dessert. letter B. اوعى تتلخبط مع desert الصحراء، chocolate dessert تحلية. انا سامع صوت يا ابراهيم. هالا went to the kitchen to eat a cake. يا ادم to make a cake، راحت المطبخ عشان تعمل كيك. مالك؟ to eat something means to cut it down. لسه قايلينها حالا، cut يعني ايه؟ اللي أسيل قالتها وقلت لها برافو. grab meat forget chop. يا جماعة كده عيب، في زميلنا بيجاوب يعني chop يقطع، cut with chop يقطع. يلا خالد. we can keep animals and birds in a، ده تالت مرة يجي السؤال ده، بنحط الانيمالز والبيردز فين يا خالد؟ بول في سلطانية، سكول مدرسة، كيج قفص. امير ندى وانس ايه فور ديزرت؟ كيك. دي الحاجة الوحيدة اللي ديزرت تحلية. برافو.
مين عليه الدور؟ انت مصطفى، انا قلت لك خالد، بس يلا هو خالد دوره. ها ده بسبوسة in the oven for 30 minutes. انت خالد اعمل ايه في البسبوسة لمدة 30 دقيقة؟ بيك ذا بسبوسة، اخبز البسبوسة لمدة 30 دقيقة. يلا يا عمر. is a box in which we keep animals للمرة الخامسة. كيج القفص. الناس اللي بينطقوها غلط، اللي مره قال لي سيج واللي مره قال لي كوج. كيج يا جماعه، كيج كيج. This is a man. He's a very very big person. المره السادسه مين اللي عليه الدور يا عمر جنبك؟ اسف، جاينت مان، رجل عملاق، يعني very very big person. يلا بطل. My mom out all the ingredients before mixing them. Ways. أول خطوة قلناها في عمل البسبوسة قلنا way out the ingredients. اوزن المكونات. My uncle raises chickens. أحمد عم. He fresh eggs every day. Collects. برافو، بيجمع البيض الطازة. تفضل يا دكتور. زايد. The farmer uses his axe. برافو عليك. To cut wood. واحد تاني ممكن يتلخبط واول ما يشوف كلمة cut يقطع هيروح قايل نايف سكينة. لا، ده cut wood، بيقطع خشب. عايز حاجة جامدة. axe الفأس. My favorite fruit. I like to eat them. مين اللي عليه الدور؟ اللي وراك. يلا يا دكتور. اياد يلا. My favorite fruit. Pineapples. الأناناس. برافو. محمود. Is a box in which we keep animals. للمرة السابعة. سيبوه يقولها كده عشان عايز اشوفها انت ازاي. كيج يا محمود مش كاج. كيج. Bananas and apples are a food. Healthy food. برافو. يلا بينا يوسف. What's your a food؟ اللي جنبه. اقف يا يوسف. Stand up. مين اللي جنبك؟ ابراهيم. What's your A food؟ شاطر ابراهيم. What's your favorite food؟ مش fresh food طبعا يا استاذ يوسف. My uncle onions and potatoes in his garden. My uncle ate onions and potatoes in his garden. Grows. بيزرع. Next. على طول اللي بعده يبقى جاهز. Pineapples wearing on mom's shopping. هنا الاناناس ما كانش في القايمة بتاعت امي اللي كانت باع عشان ايه ما نتنساش. القايمة دي اسمها ايه يا استاذ؟ List. اكيد القايمة مش فون تليفون ولا ماركت سوق ولا هات قبعة. بيقول الاناناس ما كانش on my mom's shopping list. ما كانش في قايمة التسوق. طه. Can I have? قول يا براء. Can I have and? Stand up يا براء. اقف. سم. لأن ده طلب، وقلنا الطلب request بيكون ب can I have some. How about اللي بعده؟ برافو عليك شاطر يا طه. How about الفعل اللي بعدها بنحط له ing يبقى buying. Next. We haven't got. شاطر برافو عليك يا محمد. إني لأن في نفي. مالك عبد الله. I would like banana. قول يا عثمان. بنانا دي مفرد ولا جمع ولا اسم لا يعد؟ مفرد يا حبيبي. أيوة يبقى a banana. I would like يا مالك carrots please. I would like some carrots please. أولا لأنها طلب، ثانيا لأنها جملة مثبتة. تفضلي. Are there any tomatoes؟ برافو عليكي. Any يعني أي، تيجي في سؤال أو نفي. Please can I have apple؟ برافو. Apple مفرد يبقى an apple لأنها بتبدأ ب vowel. There any tomatoes يا ريتال؟ Are there؟ لأن tomatoes جمع. Do you have
بوسي. Do you have any carrots? Any يعني أي تيجي في سؤال أو نفي. Are there any apples? Any يعني أي تيجي في سؤال أو نفي. I would like عسيل potatoes. Some. ليه some يا عسيل؟ لسببين. طلب أنا بطلب بقول I would like أنا عايز. ثانياً الجملة مثبتة ما فيش نفي. I would like يا ضي orange. شطورة an orange ما تخدعتش وقالت some orange مفرد وبيبدأ بفول يبقى an orange. ميرنا would you like some bananas؟ برافو عليكي لأن ده سؤال عرض offer وقلنا العرض would you like some و how about some. How about buying some grapes؟ برافو لأن دي some ما يجيش مع ده مفرد. جنع please can I have ايه؟ an apple. برافو لان apple مفرد. يلا يا مريم. How about buying some lemons؟ لان some ما بيجيش بعدها مفرد. لوجي are there any tomatoes؟ طبعا ليه؟ علشان are جمع. I would like rice please. مين اللي عندكم يا ارو؟ كوكو؟ I would like ايه يا كوكو؟ some rice. rice ده مش مفرد ما ينفعش اقول له اه ولا ان ده اسم لا يعد فبقول له I would like some لان الجملة مثبتة وده طلب. we haven't got يا اسيل طبعا مذاكرة وشاطرة any limes عشان النفي يجيبنا any. اروى can I have طالما في كان او كانت بنجيب الفعل في المصدر. how about buying some tomatoes. برافو عليك. سؤال عرض بنعرض بها how about some or would you like some. there are شطورة علشان tomatoes جمع. I would like some carrots عشان طلب وجملة مثبتة. what would you like دايما would يجي معاه الفعل في المصدر. دي الباراجرافس اهي كل واحد منهم هيجي في الامتحان 100% قدام عينك اهو. بأسهل سهولة healthy food طعام الصحي. I like fruit and vegetables أنا بحب الخضار والفاكهة. they are healthy هم صحيين. I like fish and chicken too بحب السمك والدجاج أيضا. I like mangoes بحب المانجو. my uncle grows onions and potatoes عمي بيزرع بصل وإيه وبطاطس. وأنا قلت لكم قبل كده على طريقة للكتابة عن healthy food كمان قلت لك ان انت تقول I like healthy food بحب الطعام الصحي وبعدين تقول healthy food is like يعني الطعام الصحي ده زي كذا وكذا fruits vegetables fish and chicken. وقلنا ان healthy food is good for our bodies مفيد لأجسام. وبعدين نقول ال unhealthy I don't like unhealthy food. unhealthy food is like pizza burger chocolate and ice cream مثلا. وبعدين we shouldn't eat unhealthy food. unhealthy food is bad for our bodies. my favorite food طعامي المفضل بيقول my favorite food is a chicken. it's a healthy food. I eat it with vegetables باكلها مع الخضار. I like fruits and drinks بحب الفاكهة والمشروبات. my favorite drink is orange juice عصير المفضل أو مشروب المفضل هو عصير البرتقال. my mother buys it at the market مامتي بتشتري من السوق. Jack and the Beanstalk. Jack and his mother were very poor. on the way to the market في طريقهم للسوق في طريقه للسوق Jack met an old man قابل راجل عجوز. he had special beans كان معاه فول أو حبوب مميزة كده. Jack climbed the beanstalk تسلق ساق الفاصوليا. the hen was in a cage it was a magic hen. السؤال ده يعني بتاع القصة مش يعني ايه ما تركزش عليه قوي ما بيجيش ان انت تكتب قصة. هيجي لك ممكن عن mangoes فتقول we grow mangoes in Egypt نزرع المانجا في مصر. we can make a lot of drinks and dishes with it جملة حلوة قوي ممكن نعمل منها مشروبات كتير and dishes وأكلات. we can make delicious mango juice
ممكن نعمل عصير مانجا لذيذ or cocktail juice أو عصير كوكتيل. We can also make a fruit salad and mango cake. ممكن نعمل fruit salad, سلطة فواكه أو mango cake أو كيكة أو تورتة المانجو. How to make بسبوسة, وده مهم قوي. This is how you make بسبوسة. First, turn on the oven to get it hot. Then, weigh out the ingredients. اوزن المكونات. Mix the semolina, sugar, and butter into a baking dish. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. Take it out of the oven. طلعها من الفرن. Cut it and share it with your family. قطعها and share it with your family. وتشارك فيها مع أسرتك. اوكي يا شباب, هيبقى عندنا امتحان بقى ان شاء الله باذن الله على يونت 1. السيشن الجايه ذاكر كويس واستعد, get ready. Thank you and goodbye.